الأستاذ محمد صابر المخرج صديقي أساسي، وإحنا في بيننا من زمان كلام على إن إحنا عايزين نشتغل مسرح مع بعض. هو كان بيعمل رواية قبل كده اسمها جنة هنا، وطلب مني صورة يحطها في الديكور اللي هو أبو البطلة، وبس يعني أنا حاطط بس صورتي في الديكور. فكل ما حد من الجمهور يدخل يقول له هو محسن صبري مشارك في العرض، يقول له لا بالصورة بس. لدرجة أنه لما سافر تونس قابل فنانين في تونس أصدقائي يعني، فقالوا له احنا أصدقاء البطل، قال لهم أنا ما عنديش بطل، قالوا لا لا البطل اللي معك في المسرح، قال لهم ما عنديش، قالوا لا البطل اللي صورته موجودة. فكلمني قال لي أصدقائي التونسيين بيسلموا عليه. فالحقيقة احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده من زمان، هو عنده المسرحية من فترة وقاعد بيعمل كاستنج، وكلمني على الدور بتاع راغب باشا شكري، وكنا مستنيين بس مجموعة أمور تظبط يعني انه يتوفر لها شوية حاجات. والحقيقة أستاذ عادل عبده ورئيس القطاع المخرج العبقري العظيم ده يعني ما سابش حاجة لما وفرها للعرض دوت. وعليه لقيت انه اوكي عندي فرصة ان انا اعمل مسرح على رغبة الناس كلها اللي عمالة تقولي انت عايزين نشوفك مسرح يعني. كلمك على خطوط عريضة، لانه الحقيقة التفاصيل انت هتفرجوا عليها في العرض. انما بشكل عام يعني انا بعمل الانتي هيرو، البطل اللي قدام البطلة شفيقة القبطية، اللي هو بيساعدها وبيشتري لها كباري الدورادو وبيقف في ظهرها لغاية لما بتبقى نجمة مصر المطلقة الاولى. وبعدين بعد كده وهي بتبقى صديقته على المستوى الشخصي يعني، بيبقى في علاقة بينهم. ولما بيبقى هي ليها طلبات ما بيختلفوا، ولما بيختلفوا هو بيقرر ان هو يقضي عليها فنيا تماما، دور شرير. فبكبر منة جلال عليها واخلي منة جلال هي البطلة اللي بتاعت الدورادو وهي النجمة بتاعت العرض. ولا اروع يعني، عايز اقول لك كواليس ولا اروع. احنا في حاله يعني ضحك باستمرار وهزار، وبعدين لما بنخش نشتغل بنخش نشتغل بجد، لان المسرحيه تقيله قوي بجد يعني، ممثلين هترقص والرقص